بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، أبدأ معكم في تقديم دروس مادة الأحياء للصف الثاني العلمي، طبعا طبقا للمذكرة التي أعدتها الأستاذة سعاد آدم الصبيحي. حنبدو أول درس إن شاء الله، الوحدة الأولى، اللي هو حنتكلموا عليه أجهزة النقل في الثدييات. نبدأ أول فقرة عندنا اللي هي الحاجة إلى جهاز النقل. لماذا تحتاج الكائنات الحية اللي جسمها مكون من عدة طبقات، ما نقولوش عدة خلايا، إنما نقول عدة طبقات، إلى جهاز نقل؟ طبعا لأنها بعيدة عن الوسط الخارجي اللي تحتاج منه المواد المغذية والأكسجين. يتكون جسم الإنسان والثدييات الأخرى من خلايا متعددة في مركز الجسم، تكون بعيدة عن البيئة الخارجية، زي مثلا العضلات أو الجهاز الهضمي أو غيرها من الأنسجة الموجودة في الجسم، فلا تستطيع بالانتشار البسيط الحصول على الأكسجين والتخلص من الفضلات بسرعة كما يحدث في الكائنات وحيدة الخلية. هنا قلنا كائنات وحيدة الخلية، معناها الكائن وحيد الخلية متصل مباشرة بالبيئة الخارجية، يتعامل معها في امتصاص المواد، في طرد المواد من داخل جسم الخلية. إنما الكائن متعدد الطبقات يحتاج إلى جهاز للنقل، لذلك هي محتاجة إلى جهاز نقل لحمل هذه المواد من مكان إلى آخر في الجسم. يتكون جهاز النقل في الثدييات من الجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي. الجهاز الدوري طبعا حيتكون من الدم، اللي هو السائل اللي يدور في أوعية خاصة، في اللي هو نسميه الجهاز الدوري. يتكون طبعا الدم هو عبارة عن نسيج، يسمى بصورة أدق النسيج المائع وليس سائل أحمر فقط. لماذا يسمى بالنسيج؟ لأنه يحتوي على خلايا تسبح في وسط معين اللي هو مادة البلازما. تركيب وتكوين الدم، نقوله طبعا تركيب الدم قبل وبعدين حنتكلموا على الجهاز اليسري فيه الدم. تركيب الدم هو عبارة عن نسيج مائع، قلنا لأنه يحتوي على خلايا، يحتوي على خلايا دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية، ويعرف الجزء المائع منه بالبلازما. طبعا نسميه جزء مائع لأنه هو عبارة عن ماء مع مكونات أخرى. الدم يتكون من البلازما اللي هي قلنا الوسط اللي تتحرك فيه الخلايا، خلايا الدموية، نوعين من الخلايا، كريات دم حمراء طبعا تسمى كريات لأنها لا تحتوي على نواة، خلايا دموية اللي هي خلايا الدم البيضاء لأنها خلايا حقيقية وتحتوي على نواة. الصفائح الدموية وحنشوفوا إن هي عبارة عن جزء من سيتوبلازم من خلايا معينة. البلازما هي عبارة عن سائل لونه أصفر باهت، يتكون من 90% من الماء، يذوب فيه خليط من المواد المعقدة وتشمل الآتي، لذلك نسميه ماء. بروتينات قابلة للذوبان مثل الألبومين، جلوبيولين، فيبرينوجين والبروثرومبين، ويلعب الفيبرينوجين والبروثرومبين دورا في تجلط الدم، هذه حنشوفوها إن شاء الله بعد شوي. الأملاح المعدنية نفس الشيء، ذائبة في سائل البلازما مثل الكلوريدات، البيكربونات، الكبريتات، فوسفات الصوديوم والبوتاسيوم. المواد الغذائية مثل الجلوكوز، الأحماض الأمينية، الدهون والفيتامينات. طبعا النواتج الإخراج حتى هي موجودة في بلازما الدم مثل البول، حمض اليوريك، الكرياتينين، ثاني أكسيد الكربون في شكل أيونات البيكربونات. حنبدأ في المكونات الخلوية اللي هي خلايا الدم الحمراء أو الخلايا الحمراء تسمى، لا يوجد بها نواة، لذلك يطلق عليها عادة اسم كريات وليس خلايا، أو نقول إنها عبارة عن خلايا غير حقيقية. خلايا الحيوان الثدي عبارة عن قرص دائري، هذا طبعا هنا مش كل الخلايا، إنما يقصد بها الخلايا الحمراء، عبارة عن قرص دائري مقعر الوجهين، مرنة، لها قدرة على المرور خلال الشعيرات الدموية الصغيرة. طبعا هذه الخصائص التركيبية لها عشان تساعدها في عملية نقل الأكسجين. ينتجها نخاع العظم، ما أنها هي لا تحتوي على نواة، طبعا ما عندهاش قدرة على الانقسام. وظيفتها نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم كله. عمرها من 3 إلى 4 شهور، ثم تتفكك. تحتوي على صبغة الهيموغلوبين اللي هي تعطيها اللون الأحمر. الخلايا الدموية طبعا هنا نشوفوا التركيبة متاعتها ونشوفوا اللي هي الصفائح الدموية. هنا منظر سطحي لها يورينا أن هنا الوجه مقعر، قرص مقعر،
هناهي منظر جانبي نفس الشيء يورينا التقعر في الوجه هناهي، جزء مركزي أرق رقيق هناهي في المركز في الوسط هتكون رقيقة الجدار. التركيبة متاعتها تحتوي على سيتوبلازم يحتوي على الهيموغلوبين وطبعا محاطة بالغشاء البلازم. هذه مجموعة من كريات الدم الحمراء تجد مترتبة وراء بعضها تقريبا كاي عشان تساعدها في نقل الأكسجين بكفاءة أكثر. الصفائح الدموية زي ما نشوفوا هنا عبارة عن قطع من السيتوبلازم محاطة بأغشية اللي هي عبارة عن خلايا من أو جزء من خلايا نخاع العظم. خلايا الدم البيضاء طبعا هذه خلايا حقيقية، الخلايا هذه عديمة اللون لكن نقول عليها بيضاء أمتى لما تكون مجموعة كبيرة مرتبة وراء بعضها تعطينا اللون الأبيض، إنما لو خذينا واحدة بس فحصناها حنشوفوها عديمة اللون. أكبر حجما من الخلايا الحمراء أقل منها عددا. طبعا الخلايا الحمراء أو كرات الدم الحمراء عددها يوصل تقريبا ما بين 4.5 إلى 5 ملايين خلية في كل مليمتر مكعب واحد من الدم. خلايا الدم البيضاء أعدادها تتراوح ما بين 4 إلى 5000 في الأحوال العادية في كل مليمتر طبعا مكعب. شكلها غير منتظم وهذا يساعدها على أداء وظيفتها وخصوصا الوظيفة البلعمية، تحتوي على نواة لذلك نسميها خلايا. يوجد نوعان من الخلايا البيضاء، الخلايا الليمفاوية تفرزها العقد الليمفاوية ووظيفتها إنتاج الأجسام المضادة، يبقى هذه وظيفتها محددة اللي هي إنتاج الأجسام المضادة فقط. الخلايا البلعمية يفرزها نخاع العظم، يفرزها نخاع العظم، يبقى هذا أول مكان تكوينها، وظيفتها ابتلاع البكتيريا والأجسام الغريبة. هذه وظيفتها الخلايا الليمفاوية تكوين الأجسام المضادة، البلعمية وظيفتها ابتلاع البكتيريا والأجسام الغريبة. هذه أشكال الخلايا البيضاء. أول نوع اللي هو الليمفاوية اللي قلنا ينتجها العقد الليمفاوية تتكون من سيتوبلازم غير محببة، السيتوبلازم شوفوا هنا هي أملس طبعا محاطة بالغشاء ويوجد فيها نواة كبيرة. النوع الثاني من الخلايا البلعمية اللي هي تقوم بوظيفة البلعمة، عندنا منها نوعين اللي هي نسميها خلايا أحادية النواة، نواة واحدة فقط، والسيتوبلازم هنا نشوفه أملس، هنا عندنا خلايا مفصصة النواة نسميها خلايا محببة، السيتوبلازم هنا فيه تكثر فيه الحبيبات، النواة مفصصة إلى عدة فصوص. طبعا لازم الخلايا لازم تكون محاطة بالغشاء البلازمي. الصفائح الدموية هي ليست خلايا حقيقية ولكنها أجزاء صغيرة جدا من السيتوبلازم يلعب أو تلعب دورا مهما في تجلط الدم. وظائف الدم طبعا ما أنه هو جهاز النقل وجهاز مهم جدا جدا لازم نتعرف على الوظائف الخاصة به. أول وظيفة اللي هي نقل المواد الغذائية المهضومة من الأمعاء إلى جميع أجزاء الجسم، يتم هضم المواد زي ما درستوا في الصف الأول في القناة الهضمية ثم ينقل عن طريق الخملات إلى الكبد، من الكبد يتوزع إلى جميع أجزاء الجسم طبعا عن طريق وظائف الدم. الوظيفة الثانية هي نقل نواتج الإخراج من الأنسجة إلى أعضاء الإخراج. لما تغذى الخلايا الحية وتتنفس تنتج مواد إخراجية ينقلها الدم من أي نسيج إلى أعضاء الإخراج اللي حناخذوها إن شاء الله في الأبواب القادمة. الوظيفة الثالثة للدم هي نقل الهرمونات من الغدد إلى أجزاء الجسم المختلفة، طبعا الغدد حندرسوها في الأبواب القادمة إن شاء الله وإفرازها للهرمونات. الوظيفة الرابعة نقل الحرارة من أنسجة الجسم التنفسية وتوزيعها على أجزاء الجسم المختلفة. الحرارة طبعا اللي هي عبارة عن إنتاج الطاقة بسبب التنفس، فجزء من الطاقة هذه يتحول إلى حرارة يتم التخلص منها عن طريق أجزاء معينة من الجسم، وطبعا يتم توزيعها على خلايا أخرى عشان تبدأ بها العمليات الحيوية. الوظيفة الأخيرة في وظائف الدم بالنسبة للنقل نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الهيموغلوبين اللي هي عملية نقل توصيل الأكسجين لإنتاج الطاقة في الخلايا. الوظيفة الثانية المختلفة عن النقل اللي هي الوظيفة الوقائية للدم. الوظيفة الوقائية للدم تتمثل في ثلاث أجزاء. البلعمة اللي هي ابتلاع البكتيريا أو الأجسام الغريبة لما تدخل إلى أجسامنا تسبب لها الأمراض، تم القضاء عليه الأجسام هذه عن طريق عملية البلعمة وطبعا بواسطة خلايا الدم البيضاء. إنتاج الأجسام المضادة قلناها بدري اللي هي تنتجها الخلايا الليمفاوية. تجلط الدم وهذا وظيفة مهمة تقوم به الصفائح الدموية. تجلط الدم الشكل التالي وضحنا عملية البلعمة،
هنا هي عندنا الخلايا الدم البيضاء، قلنا انها غير منتظمه الشكل، وعدم انتظام الشكل هنا يساعدها في اداء وظيفه البلعميه اللي هي حتغير شكلها، تبتلع الاجسام الغريبه عن طريق ما يسمى او ما يعرف بالاقدام الكاذبه، زي الحركه الاميبيه تماما، تدخل الاجسام الغريبه الى داخل جسم الخليه البيضاء محاطه بغشاء، طبعا تفرز عليها مواد يتم عمليه تفتيتها ثم التخلص منها، وبالتالي يتخلص الجسم من وجود المواد الغريبه. تجلط الدم، يتجلط الدم المعرض للهواء بسرعه ويغلق تجلط الدم الجروح ويوقف النزف. لما تعرض الاوعيه الدمويه للتلف او للتمزق يخرج الدم، لما يتعرض للهواء يتم عمليه التصلب او تيبس الدم اللي هي نسموها الجلطه، لعشان يمنع النزف وعلشان يدير عمليه وقائيه من دخول الاجسام الغريبه، كذلك يمنع دخول الجسيمات الغريبه الى داخل الجسم. في الحالات الاستثنائيه مثل الافراد الذين يعانون من مرض الهيموفيليا او النعور، وهو مرض وراثي تتعطل اليه تجلط الدم لديهم. الامراض الوراثيه هذه اللي هي الهيموفيليا او يسمى بالنعور، اللي هي عباره عن عمليه نزف غير متوقفه بسبب تعطل اليه التجلط عند الافراد هذول. اليه التجلط، كيف يتم تجلط الدم في الاوعيه الدمويه التالفه؟ عندنا نحن قلنا طبعا مختصه بوظيفه تجلط الدم اللي هي الصفائح الدمويه. عندنا هنا انسجه، صفائح دمويه تالفه، مش الانسجه الطبيعيه انما التالفه فقط، تنتج انزيم يسمى ثرومبوكيناز. انزيم ثرومبوكيناز يجلط البروتين، لما قلنا بدري مكونات البلازما قلنا يوجد فيها البروثرومبين وقلنا فيها فيبرينوجين، بس عباره عن بروتينات ذائبه. هنا تبي تتحول الى مواد صلبه عن طريق ثرومبوكيناز، ينشط ماده البروثرومبين، هنا غير نشطه معناها في صوره ذائبه، عن طريق ثرومبوكيناز وايونات الكالسيوم يتحول البروثرومبين الى ثرومبين نشط. الثرومبين النشط ينشط ماده الفيبرينوجين اللي هي سائله او ذائبه، هنا هي عن طريق الثرومبين تتحول الى خيوط الفيبرين الغير قابله للذوبان، اللي هي القشره اللي لونها بني اللي تظهر على الجروح وتمنع تواصل نزف الدم. الجهاز الدوري مش يتكون، تكون طبعا احنا قلنا حكينا عن السائل اللي يدور في الجهاز الدوري اللي هو الدم بالمكونات بتاعها، حنحكي توا عن الجهاز اللي هو اللي يسمى الجهاز الدوري اللي يحتوي على الدم. يتكون بالاساس من القلب اللي هو عضو عضلي يدفع الدم الى جميع اجزاء الجسم، طبعا اكيد كلكم عارفين شكل القلب اللي هو شكله كمثري الشكل، يطابق الحجم بتاعه تقريبا قبضه اليد بالنسبه للشخص البالغ. الاوعيه الدمويه عندنا ثلاث انواع من الاوعيه الدمويه، الشرايين اوعيه دمويه تحمل الدم بعيدا عن القلب. مهما كانت تركيبه الدم سواء كان يحتوي على اكسجين او يحتوي على ثاني اكسيد الكربون، لما دم يخرج من القلب وينتقل الى اجزاء اخرى بعيدا عن القلب نسميها شرايين. الاورده اوعيه دمويه تنقل الدم الى القلب، سواء كان دم مؤكسج او غير مؤكسج تنقله وتوصله الى عضله القلب. الشعيرات الدموية هي عبارة عن أوعية دموية ذات جدران رقيقة مجهرية، يعني ما نشوفهاش إلا بالمجهر، يكون سمك الجدار خلية واحدة فقط، تحمل الدم من شريان صغير أو اللي هو نسميه شرين إلى وريد صغير يسمى وريد. طبعا الأوعية الكبيرة هنشوف إن إحنا من التركيب متاعها ما تسمحش بخروج المواد، لذلك يحتاج الجهاز الدوري إلى وجود الشعيرات الدموية علشان أداء الوظائف. هنا عندنا في الرسم حنشوف مقارنة ما بين الأوعية الدموية الكبيرة، هنا هي عندنا شريان وهنا عندنا الوريد. التركيبة الأساسية تقريبا زي بعض فيما عدا سمك الطبقات. عندنا الطبقة الخارجية هي عبارة عن نسيج ضام، تلاحظ السمك هنا هي، هنا المنطقة هذه سميكة اللي هي باللون الأحمر، هنا هي طبقة أقل سمك. الطبقة الثانية هي الطبقة الوسطى، عضلة ملساء وألياف مرنة، هذه الطبقة الوسطى، هنا هي لاحظ إنها سميكة جدا، هنا هي أقل سمك. عندنا الطبقة أو بطانة وعائية داخلية اللي هي هذه، هنشوفوا هنا هي موجودة هنا غير موجودة تقريبا. هذا تجويف شريان يسري فيه الدم، وهنا تجويف الوريد. نلاحظوا إن الوريد هنا هي منضغط، شكل متاع طولي غير شكل الدائري هنا بسبب طبعا سمك الطبقات وضغط الأنسجة المجاورة عليهم.
الوريد مكون نفس الشيء، قلنا طبقة خارجية نسيج ضام نفس هنا، طبقة وسطى عبارة عن عضلة ملساء وألياف مرنة، نشوفوا نفس التركيب، بطانة وعائية داخلية هنا رقيقة جدا جدا لدرجة أن ما نلاحظوهاش، هنا هي موجودة واضحة جدا. طبعا هنا هي التركيبة، هذا هي نفس التركيب إنما أقل سمك علشان يؤدي الوظائف لكل وعاء دموي، وحنشوفوهن الوظائف للأوعية الدموية هذه بالتفصيل. الفرق بين الشريان والوريد أو الشرايين والأوردة. الشرايين نحن قلنا أي وعاء دموي يحمل الدم بعيدا عن القلب يسمى شريان، يبقى تحمل الدم بعيدا عن القلب. الوريد يحمل الدم إلى القلب، يجمع الدم من أجزاء الجسم المختلفة ويوصلها إلى القلب. الشريان يكون الدم تحت ضغط كبير في الشرايين، لذلك يتدفق بسرعة وبشكل مفاجئ عاكسا عملية ضخ الدم المنتظمة التي يقوم بها القلب. عشان هيك لازم يكون الجدار الشريان لازم يكون سميك، لأنه بيتحمل قوة ضغط كبيرة جدا بسبب اندفاع الدم فيها ليصل إلى جميع أجزاء الجسم. طبعا عملية انقباض القلب حيندفع بها منها الدم إلى الشريان، يتوسع الشريان، إذا كان أقل سمك يتمزق الشريان بسبب قوة الضغط، فلازم يكون سميك. الوريد لا يكون الدم تحت ضغط كبير في الأوردة، لذلك يتدفق ببطء شديد وبسلاسة، لذلك لا يحتاج أن يكون الجدار بتاعها سميك. الشرايين ذات جدران عضلية مرنة وسميكة، لأنها تتوسع وتنقبض، تتوسع وتنقبض بالتكرار، عشان هيك لازم تكون العضلات مرنة وسميكة. ذات جدران عضلية رقيقة نسبياً طبعاً مقارنة بجدار الشريان. لا توجد بها صمامات، لأن الدم حيندفع بقوة بسبب قوة الضغط. هنا الأوردة ذات صمامات هلالية بطول الأوردة لمنع تدفق الدم إلى القلب، لأن الدم قلنا هنا يسري ببطء وشديد وبسلاسة، فممكن أنه يرتد إلى الخلف، وخاصة في الأطراف السفلية ممكن أنه يرتد إلى الخلف، لكن وجود الصمامات يمنع ارتداد الدم إلى الخلف، يسمح له بالتدفق إلى في اتجاه القلب فقط. الشرايين تحمل الدم الأحمر المؤكسج استثناء الشرايين الرئوية، عشان هيك قلنا نحن ما دام تحمل دم من القلب نسميها شرايين، لأنها حتكون هنا كل الشرايين تحمل دم مؤكسج ما عدا أو باستثناء الشرايين الرئوية التي تحمل الدم الغير مؤكسج من القلب إلى الرئتين. الأوردة تحمل الدم الغير مؤكسج اللي هو الأحمر المائل للزرقاء بسبب وجود طبعا ثاني أكسيد الكربون فيه، استثناء الأوردة الرئوية التي تحمل الدم المؤكسج من الرئتين إلى القلب. يبقى عندنا هنا هي مدام الوعاء الدموي يحمل الدم بعيد عن القلب يسميه شريان، بغض النظر عن إذا كان فيه أكسجين أو فيه ثاني أكسيد الكربون. إذا كان الوعاء الدموي يحمل الدم إلى القلب فنسميه وريد، بس بغض النظر إذا كان الدم هنا يحمل أكسجين أو يحمل ثاني أكسيد الكربون. تركيب القلب، طبعا القلب قلنا هو عباره عن عضو عضلي معقد يختلف حجمه بحجم الحيوان، يحاط القلب بغلاف يسمى التامور، غلاف يسمى التامور. طبعا غشاء التامور هنا هو عباره عن طبقتين يوجد فيها سائل لمنع احتكاك القلب عندما ينقبض وينبسط، يمنع احتكاك القلب بالانسجه المجاوره له. يتكون القلب من اربع حجرات، حجرتان علويتان تسمى بالاذينين، حجرتان سفليتان كبيرتان تسمى بالبطينين. طبعا هنا فيه جدار الأذينين أقل سمك من جدار البطينين. يفصل بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن صمام ثلاثي الشرفات، عشان يمنع تدفق الدم عندما ينقبض البطين، يمنع تدفق الدم وعودته إلى الأذين مرة أخرى، لازم من وجود الصمام. يفصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر صمام ثنائي الشرفات ويسمى الصمام المترالي، ونفس الشيء عشان يمنع عودة الدم من البطين إلى الأذين. الصمامات وظيفتها تمنع رجوع الدم من البطين إلى الأذين. الشكل التالي وضحنا تركيب القلب في الثدييات، نحن قلنا القلب مكون من أربع حجرات، حنشوفوها في الرسم التخطيطي بعدين نشوفه في قلب بشري. الشكل التخطيطي هنا للقلب وضحنا وجود أربع حجرات. عندنا هنبدأ هنا باللون الأزرق اللي هو يمثل جهة اليمين بالنسبة للمشاهد أو بالنسبة للطالب، هيكون عندنا هنا الأذين الأيمن يتصل به شرايين رئوية
ويتصل به الوريد الأجوف الأمامي. طبعا هنا هي اتحاد الوريد الأجوف الأمامي والوريد الأجوف السفلي يتحدن مع بعضهم في فتحة واحدة، يدخل الدم إلى الأذين الأيمن. هنا عندنا اللي هو سميناه صمام ثلاثي الشرفات، يمنع عودة الدم من البطين إلى الأذين. هنا ينقبض الأذين، يندفع الدم إلى البطين الأيمن. هذه جهة اليمين بالنسبة للمشاهد. جهة اليسار هتتكون من أذين أيسر، بطين أيسر. هنا عندنا الأوعية الدموية المتصلة به، هنا عندنا أوردة رئوية اللي تأتي من الرئتين توصل الدم المؤكسج إلى القلب. هنا عندنا اللي هو القوس الأورطي اللي هو يوزع الدم إلى جميع أجزاء الجسم. عندنا الأوعية الدموية المتصلة بالأذين الأيمن الأيسر عفوا، اللي هي أوردة رئوية تحمل دم مؤكسج، وعندنا هناهي اللي هو القوس الأورطي، نسميه قوس لأنه بعدين حيتفرع على شكل قوس ويتفرع إلى عدة شرايين أخرى. طبعا يفصل ما بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر صمام ثنائي الشرفات أو يسمى الصمام المترالي. هنا حنشوفه بالتفصيل أكثر بالنسبة لقلب بشري، قلب إنسان. عندنا هنا طبعا هذا يسمى الدليل، يورينا أن اللون الأحمر هنا عبارة عن وجود دم مؤكسج، اللون الأزرق دم غير مؤكسج. نشوف التركيبة مطابقة لهذه ولا لا. عندنا قلنا هنا منطقة الأذين الأيمن يتصل بها الأوعية الدموية، وريد الأجوف السفلي هنا يجمع الدم قلنا من الأطراف السفلية في الجسم ويوصلها إلى الأذين. الوريد الأجوف العلوي حيجمع الدم من الأجزاء العلوية من الجسم من الأطراف العلوية ويصبها وين؟ في الأذين. من الأذين هنا هي طبعا عندنا هنا يفصل عن طريق صمامات ثلاثية الشرفات. صمامات هذه هي تفتح مباشرة في الأذين في البطين الأيمن. لاحظ هنا هي وجود الخطوط هذه هي اللي هي تسمى بالأحبال الوترية. الأحبال الوترية تربط الصمام بجدار البطين علشان تمنع ارتداد الصمام إلى الأذين، تمنع ارتداد الصمام للأذين. عندما يغلق الصمام يكون شبه خط مستقيم بطريقة هذه، حيسكرا هيك ويمنع ارتداده إلى أعلى عشان يمنع تدفق الدم وعودته إلى الأذين. هنا عندنا البطين الأيمن. لاحظوا هنا في البطين الأيمن لما يسكر الصمام ينقبض البطين، حيندفع الدم وين؟ يعدي في الشريان الرئوي. هذا نسميه الشريان الرئوي. يبقى هنا دم غير مؤكسج يحمل من البطين الأيمن عن طريق الشريان الرئوي إلى الرئتين. جهة اليسار بالنسبة للطالب، بالنسبة للقلب طبعا، عندنا هناهي الأذين الأيسر، هناهي يتصل به أوعية دموية كالآتي. عندنا هناهي الأوردة الرئوية، الأوردة الرئوية هذه اللي تحمل الدم من الرئتين إلى القلب، دم مؤكسج عشان هيك مرسوم باللون الأحمر. عندنا يتصل طبعا هذين اللي يتصلن الوعاءين، الأوردة الرئوية هي اللي تتصل بالأذين الأيسر. الأذين الأيسر يفتح مباشرة في البطين الأيسر، يفصل فيما بينهن الصمام المترالي أو الصمام ثنائي الشرفات. نلاحظ نفس الشيء أن هي مربوطة بالأحبال الوترية تربط الصمام بجدار البطين. هنا عندنا البطين الأيسر طبعا حجرة كبيرة، نلاحظ أن حتى الجدار القلب هنا هي أكثر سمك لأن هنا قوة الضغط تكون كبيرة جدا للدم، فيندفع الدم من البطين الأيسر في القوس الأورطي. القوس الأورطي هنا هي يبقى هذا الوعاء الرئيسي في الجسم واللي هو يتفرع إلى عدة فروع تتوزع إلى جميع الأجزاء المختلفة في جسم الإنسان. هنا نشوفوا هنا هي البيانات اللي مكتوبة عندنا من جهة اليسار. عندنا هنا شريان الرئوي طبعا هنا متصل بايش؟ بالبطين الايمن، البطين الايمن. شوفوا الاسهم هذه توضح لنا تدفق الدم. عندنا الاذين الايسر، هنا منطقه الاذين الايسر نشوفوا الوعاءين الدمويين هذين متصلات بها اللي هنا سميهن الاورده الرئويه. هنا عندنا الصمامات الهلاليه، صمام ثنائي الشرفات او يسمى الصمام المترالي. هنا عندنا الأحبال الوترية اللي قلنا وظيفتها تمنع ارتداد الصمام عند انقباض البطين إلى الأعلى وبالتالي تمنع تدفق الدم وعودته إلى الأذين مرة أخرى. البطين الأيسر هي الحجرة هذه
هنا الرسمة هذه توضح لنا عضلة القلب ككل، وقلنا هنا جدار عضلة القلب، هنا هي في لاحظ الجدار، هنا هي هنا المنطقة هذه أكثر سمك من منطقة اليسار طبعا، أكثر سمك من منطقة اليمين، لأن هنا هي يندفع الدم إلى مسافات بعيدة، وبالتالي قوة انقباض العضلة هنا حتكون أكبر. هذا مخطط كامل لقطاع في قلب بشري. قلنا نحن حكينا على جهة اليسار، ما حكيناش على جهة اليمين بالتفصيل. قلنا هنا هي منطقة الأذين، يتصل بها الوريدين الرئيسيين، الوريد الأجوف السفلي والوريد الأجوف العلوي. عندنا هنا هي طبعا هذين جمعا الدم من الأجزاء المختلفة في الجسم، ودم غير مؤكسج وتصب في الأذين. هنا عندنا الصمامات أو الصمام اللي هو ثلاثي الشرفات، قلنا وظيفته يمنع الدم من عودة من الأذين من البطين إلى الأذين، يربط طبعا الأحبال الوترية تربطها وتوصلها بجدار عضلة القلب. هذه الحجرة هذه الكبيرة نوعا ما اللي هي عبارة عن البطين الأيمن، عندما ينقبض يندفع الدم في الشريان الرئوي ويحمل الدم الغير مؤكسج إلى الرئتين لتم عملية تبادل الغازات. الأوعية الدموية المرتبطة بالقلب، أنا نشوف تفصيل أكثر للأوعية الدموية. أول واحد عندنا اللي هو الشريان الأورطة، الأورطة هذا عبارة عن شريان كبير يحمل الدم المؤكسج من القلب إلى جميع أجزاء الجسم، اللي قلنا اللي هو يتصل بالبطين الأيسر، يتصل مباشرة بالبطين الأيسر. الشريان الرئوي يحمل الدم الغير مؤكسج من القلب إلى الرئتين، وهذا يرتبط مباشرة بالبطين الأيمن. الوريد الأجوف العلوي يحمل الدم من الأجزاء العلوية للجسم إلى القلب، اللي هي منطقة الرأس والرقبة والأطراف العلوية. الوريد الأجوف السفلي يحمل الدم من الأجزاء السفلية للجسم إلى القلب، اللي هي منطقة البطن الأحشاء والأطراف السفلية، يحمل منها الدم يوصله إلى الأذين الأيمن. الأوردة الرئوية تحمل الدم المؤكسج من الرئتين إلى القلب، عندما يتم تبادل الغازات يعود الدم المؤكسج في الأوردة إلى القلب، وهذه نسميها أوردة رئوية. الشريانان التاجيان، وهذا الشريانين هذين تزود عضلة القلب بالأكسجين والمواد الغذائية. طبعا عضلة القلب تزود بالأكسجين والمواد الغذائية عن طريق الشريان هذين، تتصل به من الخارج، تتفرع من الأورد، تفرع من الشريان الأورد. كيفية عمل القلب، كيف يعمل القلب؟ يستقبل الأذين الأيمن الدم من الوريدين الأجوفين، ويستقبل الأذين الأيسر الدم من الوريد الرئوي، تمام؟ يبقى هنا الأذين الأيمن يجيه الدم من الوريدين الأجوفين، الأذين الأيسر يستقبل الدم من الوريد الرئوي، يبقى هنا هي دم غير مؤكسج وهنا هي دم مؤكسج. ينقبض الأذين الأيمن والأذين الأيسر في وقت واحد، الحجرتين العلويتين اللي هي سمينا الأذينين أيمن وأيسر ينقبضان في نفس الوقت، يندفع الدم إلى البطين الأيمن والبطين الأيسر، حينزل الدم من الحجرتين العلويتين إلى الحجرتين السفليتين. طبعا في الحالة هذا هي علشان ينقل الدم وتوزع إلى الأجزاء المطلوبة. ينقبض البطين الأيمن والبطين الأيسر حجرتين السفليتين في وقت واحد، فيندفع الدم إلى شريان الأورطة اللي هو قلنا ينقل الدم المؤكسج إلى الأجزاء المختلفة في الجسم. والشريان الرئوي هنا يحمل دم غير مؤكسج إلى الرئتين. نعود مرة أخرى، ينقبض الأذينين الأيمن والأيسر، هنا قلنا الحجرتين العلويتين، نشرح على الرسم، هنا هي عندنا هنا الأذين الأيمن وهذا الأذين الأيسر، يستقبلان الدم، هيجي هنا للأذين الأيسر الدم من الوريدين الأجوفين السفلي والعلوي، هنا دم غير مؤكسج. الأذين الأيسر يستقبل الدم في الأوردة الرئوية وهو دم هنا هي مؤكسج، هنا اثنين ينقبضان في نفس الوقت، يندفع الدم من الأذينين إلى البطينين من الحجرتين العلويتين إلى الحجرتين السفليتين، يتم عملية انقباض البطينين في نفس الوقت، فيندفع الدم من الأذين الأيمن إلى الشريان الرئوي، وهنا زي ما تلاحظوا الدم هنا غير مؤكسج باللون الأزرق. عندنا هنا البطين الأيسر يندفع منه الدم اللي هو لونه أحمر هنا في القوس الأورطي، يبقى هنا دم مؤكسج، تمام؟ هذا الحركة الأولى اللي هي انقباض البطينين الأذينين أولا ثم البطينين.
وجود الصمامات ثلاثية الشرفات وثنائية الشرفات تمنع عودة الدم إلى الخلف. عندما ينقبض البطينين قوة اندفاع الدم ممكن أنها ترد الصمامات إلى الأعلى وبالتالي يعود الدم إلى الأذنين. وجود الأحبال الوترية حتمنع ارتداد الصمامات فتمنع عودة الدم إلى الخلف أو المقصود بها إلى الأذنين. غلق الصمامات يحدث صوت يسمى لب، يمكن سماعه في خفقة القلب. هنا الصوت اللي يصدر عن القلب أكيد تسمعوا فيها الصوت هذا لب دب. لب اللي هي عبارة عن غلق الصمامات الثلاثية والثنائية. الثلاثية قلنا في جهة اليمنى من القلب، والثنائية في الجهة اليسرى من القلب. تمنع عودة الدم إلى الخلف. قباض البطين معش يعود الدم إلى الأذين مرة أخرى. يصدر صوت يسمى لب. وجود الصمامات الهلالية بين البطينين والشرايين يمنع رجوع الدم إلى الخلف. لما يندفع ينقبض البطين حيندفع الدم وين؟ في الشرايين، الشريان الرئوي والقوس الأورطي. هنا وجود الصمامات هذه حيمنع اندفاع عودة الدم إلى الخلف من الأوعية الدموية إلى البطين. غلق الصمامات الهلالية يحدث صوت دب. عندنا حيكون لب دب لب دب. هنا غلق الصمامات الثنائية والثلاثية اللي موجودة في داخل القلب اللي هي تفصل الأذينين عن البطينين. الصمامات الهلالية تفصل البطينين عن الشرايين. يعني عندنا هنا في الرسم هذينا هذا شريان، هنا عندنا صمام، عندنا هنا هي صمام وعندنا هنا صمام. صمام هذا هي لما ينقبض البطين الأيمن يندفع الدم في الشريان الرئوي، يغلق الصمام هنا، هذا اللي يعطينا الصوت لب. هنا نفس الشيء عندنا البطين الأيسر عندما ينقبض يندفع الدم في القوس الأورطي فينغلق الصمام. هنا هي صمام هلالي فيحدث نفس الشيء صوت لب، معنا طبعا في نفس التوقيت فيكون الصوت موحد. هذين نسميه صمامات هلالية، وهذين صمامات، هذا صمام المترالي وهذا الصمام ثلاثي الشرفات. يكون الانقباض والانبساط نبضة واحدة. الانقباض القلب، عضلة القلب عندما تنقبض ويندفع الدم في الأوعية الدموية، وعندنا اللي هي عملية انبساط القلب اللي هي توسع الحجرات عشان تستقبل الدم يكون نبضة واحدة. معدل النبض الطبيعي للإنسان البالغ 72 مرة في الدقيقة. هنا عندنا نفس العملية يورينا هنا عملية هنا القلب في حالة الانبساط متوسعة عضلة القلب متوسعة الحجرات، هنا في حالة الانقباض نشوفوا اختلاف في الحجم ما بين عضلة القلب هنا وهنا. ضغط الدم طبعا ما أن الدم يندفع بقوة كبيرة جدا من البطين بسبب انقباض عضلة القلب فيندفع في الأوعية الدموية اللي نسميها الشرايين، فيكون قوة ضغط كبيرة جدا على جدران الأوعية الدموية. يقاس ضغط الدم بواسطة جهاز قياس ضغط الدم، طبعا أكيد كلكم شايفينه وعارفينه. والضغط الطبيعي بالنسبة للإنسان اللي يعتبر ضغط مثالي يساوي 120 على 80. عندنا المكمل للجهاز الدوري جهاز الليمفاوي. طبعا احنا في فقرة أنا ما قلتهاش اللي هي الجهاز الدوري، يسمى بالجهاز الدوري لأن الجهاز الدوري مغلق، الدم لا يخرج من الأوعية الدموية. مركز اللي هو عضلة القلب توزع الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة للقيام بالوظائف اللي حكينا عليها، وبعدين يعاود الدم مرة أخرى إلى عضلة القلب ولا يخرج من الأوعية الدموية في الحالة الطبيعية، عشان هيك يسموه جهاز دوري مغلق. الليمف والجهاز الليمفاوي، الليمف اللي هو عبارة عن السائل، والجهاز الليمفاوي عبارة عن الأوعية اللي يسري فيها السائل هنا. يتكون الليمف من الدم، يبقى هو عبارة عن جزء من الدم. الجهاز الليمفاوي يساعد في عودة السائل النسيجي إلى مجرى الدم. السائل النسيجي اللي هو عبارة عن سائل تسبح فيه خلايا النسيج أو يوجد في المسافات اللي هي نسميها مسافات بين خلوية أو مسافات خلالية ما بين الخلايا في النسيج، يوجد فيها سائل يساعد في عملية نقل المواد أو تبادل المواد ما بين الدم وما بين الخلايا. يبقى الليمف هو عبارة عن جزء من الدم. السائل النسيجي عبارة عن سائل موجود ما بين الخلايا في النسيج. هنا عندنا يوضح لنا الرسم هذا يوضح لنا
كيف عملية انتشار المواد من الأوعية الدموية إلى النسيج وعودتهن مرة أخرى في الأوعية الليمفاوية عشان نربط الجهازين الليمفاوي والجهاز الدوري. طبعاً الشرايين والأوردة قلنا تتفرع في نهاياتها إلى شعيرات دقيقة، الشعيرة الدموية تكون من صف واحد من الخلايا عشان يسمح لها بعملية تبادل المواد. هنا عندنا هذه شبكة من الشعيرات الدموية، لاحظ هنا مرسومة باللون الأحمر وهنا باللون أزرق تقريبا غامق شوية. هنا هي عندنا يبقى هنا شعيرة فيها دم يحمل أكسجين، وهنا شعيرة دموية تحمل دم يحمل ثاني أكسيد الكربون. طبعا الدم هنا حجينا عن طريق الشرايين تفرع إلى شرايينات، شرايين أصغر، شرايينات أصغر تحول في نهاية الأمر إلى الشعيرات الدموية اللي هي عبارة عن قلنا شعيرة من اسمها تصغير كلمة شعرة معناها دقيقة جدا، يحيط بها صف واحد من الخلايا يسمح بعملية تبادل المواد. هنا حيحمل المواد الغذائية والأكسجين وكل المواد والهرمونات، كل المواد اللي يحملها الدم في الشريان تصل إلى الشعيرة الدموية. الشعيرة الدموية تتصل مباشرة بالنسيج. هنا عن طريق عملية ضغط الدم هنا هي اللي جوا حتنتشر المواد، صف واحد من الخلايا يسمح بخروج المواد، حتنتشر المواد من الشعيرة من الدم إلى النسيج. اللي هن المواد الغذائية كلها بالإضافة للأكسجين، بالإضافة للهرمونات أو أي مواد يحملها الدم، حتنتشر من داخل الوعاء الدموي اللي هو الشعيرة إلى النسيج. نشوفوا هنا الأسهم عبارة عن خروج للمواد. تمام؟ تعدي المواد هذه في شكل سائل يسمى سائل الليمف. هنا هي. وتتصل مباشرة بالخلايا. الغشاء البلازمي المحيط بالخلية يسمح بعملية تبادل المواد، يتم تبادل المواد ما بين السائل اللي موجود هنا اللي هو نسميه سائل النسيجي في المسافات هنا ما بين الخلايا، وحتى هنا نفس الشيء سائل نسيجي ما بين الخلايا. يسمح بعملية تبادل المواد من السائل النسيجي إلى داخل الخلية، تقوم الخلية بالنشاطات الحيوية المعتادة منها عملية التنفس أو تمثيل المواد، بعدين يتم عملية طرد المواد الإخراجية من الخلية أو منتجات الخلايا بشكل عام من داخل الخلية إلى السائل النسيجي. هنا ما يعودش السائل النسيجي إلى الأوعية الدموية مباشرة، إنما يعود عن طريق شعيرات لمفاوية. السائل الليمف لما يخرج من الوعاء الدموي اللي هو الشعيرة الدموية ما يعودش مرة أخرى إلى الشعيرة الدموية بشكل مباشر، إنما يعود للدم عن طريق جهاز الليمفاوي. وهنا نشوفوا رسمة الشعيرة الليمفاوية، هذه شعيرة دموية، هذه شعيرة ليمفاوية، هذه تجمع السائل النسيجي والمواد اللي انتجتها الخلايا ويعود بها إلى الأوعية الليمفاوية، تجمع في أوعية أكبر فأكبر لين تصب في الوريد الأجوف السفلي. السائل النسيجي كنا نحكوا عليه بس شوية قلنا هو سائل يشبه تركيب البلازما، إلا أنه لا يحتوي على البروتينات. البروتينات طبعا مقصود بها البروتينات الكبيرة اللي هي داخلة في تركيبة بلازما الدم، أو زي البروثرومبين والفيبرونوجين والألبومين والجلوبيولين. هذه طبعا البروتينات هذه غير موجودة في السائل النسيجي. يتم خلال السائل النسيجي تبادل المواد الغذائية. السائل النسيجي هو الوسيط في تبادل المواد ما بين الدم وما بين الخلايا. طبعا المواد كلها اللي قلنا تبادل المواد معناها مواد غذائية، أكسجين طبعا تدخل إلى داخل الخلايا، منتجات الخلايا اللي هي نسميها المواد الإخراجية والغازات حتم طبعا من داخل الخلية إلى السائل النسيجي. طبعا هنا يتم عملية تبادل المواد بشكل كامل، تبادل مواد، حتاخذ الخلايا المواد اللي تحتاج لها، تطلع المواد اللي تنتجها أو المواد الإخراجية في السائل النسيجي. قلنا السائل النسيجي يجمع ويعدي وين؟ في الشعيرة الليمفاوية حسب ما شفنا نحن في الرسم. هذه قلنا عملية تبادل المواد. السائل النسيجي اللي موجود هنا قلنا هو الوسيط ما بين الخلايا وما بين الجهاز الدوري. السائل النسيجي قلنا ما يعودش مباشرة إلى الشعيرة الدموية، إنما يجمع في الأوعية الليمفاوية ويعود إلى مجرى الدم. الشكل التالي يوضح العلاقة ما بين الشعيرة الدموية والسائل النسيجي وخلايا النسيج. يعني هنا عندنا الكلام اللي قلناه توا بالتفصيل. هذه شعيرة دموية قلنا جدار نتاعها صف واحد من الخلايا، هنا خلايا طلائية أو تسمى طبقة الاندوثيليوم.
اللي هي صف من الخلايا هنا، وهنا طبعا الدم عبارة عن بلازما وخلايا الدم الحمراء مع خلايا دم بيضاء. خلايا الدم الحمراء نشوفوا هناهي اللي هي شكل مقابل، اللي هي عبارة عن قرص، وهناهي مقعر الوجه، هناهي منظر جانبي يورينا تقعر الوجه. هنا خلية الدم حمراء تغير من الشكل متاعها عشان يسمح لها بالمرور في خلال الأوعية الدموية الضيقة جدا. الخلايا الدم البيضاء احنا قلنا غير منتظمة الشكل، وعندها قدرة انها تغير شكلها، تخرج من الوعاء الدموي تنضغط وتغادر الى النسيج علشان تقوم بعملية الحماية والوظيفة الوقائية لها، اللي هي عملية البلعمة ومهاجمة الأجسام الغريبة. هنا السهم هنا يوضح لنا حركة الأكسجين والمواد الغذائية المذابة، ترشح من الدم تعدي الى طبعا عن طريق السائل الليمفاوي، تعدي الى المسافات ما بين الخلايا، تندمج مع السائل النسيجي، يتم دخول المواد الغذائية المذابة والأكسجين إلى داخل الخلايا، هذين خلايا النسيج. الخلايا النسيج استقبلت الأكسجين والمواد الغذائية، قامت بالوظائف الحيوية المعتادة لها، تكون عندها نواتج لنا فضلات مواد إخراجية، حتخرج من الخلية إلى السائل النسيجي، بعدين من السائل النسيجي إلى الشعيرة الليمفاوية، مش مباشرة زي ما قلنا إلى الشعيرة الدموية، إنما يعاود عن طريق الشعيرات الليمفاوية. عشان نكملوا أجهزة النقل، عندنا فقرة بسيطة في الوحدة الثانية تمثل نقل المواد في النباتات الزهرية. النباتات الزهرية طبعا نقصد بها اللي هي نباتات كبيرة الحجم، اللي هي تحتوي على تكون قائمة في الهواء أو تكون متسلقة، بس عندها أوعية أو أنسجة واضحة، يعني في نشوفوها بالعين. الأنسجة الوعية في النباتات الزهرية هي اللحاء والخشب، لحاء والخشب. في الثدييات نحن قلنا جهاز دوري كامل، قلب وأوعية دموية متصلة به. في النباتات عندنا نسيجين، نسيج الخشب ونسيج اللحاء، وهي المسؤولة عن نقل المواد في النباتات الزهرية. هنبدأ أول نسيج اللي هو نسيج الخشب، عبارة عن أنبوبة مجوفة طويلة مكونة من خلايا ميتة، يبقى كانت عبارة عن خلايا حية وماتت، ماتت فقدت السيتوبلازم اللي موجود فيها، تغلظ الجدار بترسب مادة تسمى مادة اللجنين علشان يتحمل ضغط السوائل. طبعا هنا يمتد الوعاء الخشب اللي هو عبارة عن أنبوبة طويلة ومجوفة، يمتد من الجذور إلى الورقة، من الجذر إلى الورقة. طبعا التركيبة متاعها تسمح له بأداء الوظيفة اللي هي نقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور إلى السيقان والأوراق. طبعا النبات يمتص المواد الغذائية من التربة اللي هي عبارة عن محلول الماء مع الأملاح المعدنية والمواد المذابة فيه، حتمتصها الشعيرة الجذرية تصل إلى وعاء الخشب، من وعاء الخشب إلى الأجزاء العلوية في النبات. وظيفة الخشب الثانية اللي هي غير وظيفة النقل، توفير الدعم الميكانيكي داخل النبات لوجود مادة اللجنين التي تقوي جدران النبات، تعطي قوة دعم للأنسجة النباتية تخليها قائمة في الهواء، سميه الدعم الميكانيكي. الشكل التالي وضح لنا أنواع الخشب حسب التلجنن، مقصود بكلمة التلجنن ترسب مادة اللجنين على جدران الأوعية الدموية، الأوعية النقل اللي هي أوعية الخشب. هنا عندنا ثلاث أشكال، هنا عندنا نسميه الشكل الحلقي، نشوفوا مادة اللجنين على شكل حلقات ترسب حول قطر الوعاء الخشبي، يعني ترسب اللجنين في حلقات. هنا تعطينا الشكل الحلزوني، ملتفة على شكل حلزون بطول الأنبوبة المجوفة. هنا كثير النقر، النقر عبارة عن فجوات غير ملجننة، ثقوب غير ملجننة، غير مرسب فيها مادة اللجنين. هنا هي أعطينا قطاع في الوعاء، هنا هي اللي هو جدار كثير النقر، نشوفوا هنا هي الأماكن هذه هي ما فيهاش مادة اللجنين. الطبقة هذه هي السميكة عبارة عن مادة اللجنين مرسبة حول وعاء الخشب عشان تعطيه الدعامة الميكانيكية تسمح له بنقل المواد. النسيج الثاني اللي هو نسيج اللحاء، اللحاء يتكون من أنابيب غربالية، أنبوبة طويلة يوجد فيها تفصلها بعض الصفائح تسمى صفائح غربالية كثيرة الثقوب، عشان هيك تسمى أنابيب غربالية، معها خلايا مرافقة، خلايا حية تساعدها في أداء الوظيفة غير الخشب. الخشب كله عبارة عن أنابيب مجوفة من خلايا ميتة، هنا هي اللحاء
حيكون فيه يفصل ما بين الخلية والخلية صفائح غربلية، فبالتالي نسميها الأنبوبة غربلية، وترافقها ملاصقة لها خلية مرافقة حية تساعدها في أداء الوظيفة. وظيفة اللحاء توصيل الطعام المصنع في الأجزاء الخضراء من النبات وخاصة الأوراق إلى باقي أجزاء النبات. عارفين طبعا وظيفة النبات اللي هي امتصاص طاقة الشمس مع وجود الماء والأملاح، في وجود مادة اليخضور تصنع المادة الغذائية، وتم التصنيع طبعا في الأوراق في الأجزاء الخضراء من النبات عشان يتوزع الطعام المجهز أو العصارة الجاهزة هنائي من الورقة إلى بقية أجزاء النبات. يوجد نسيج اللحاء عشان يؤدي الوظيفة. الشكل التالي يوضح مكونات نسيج اللحاء. هذه الأنبوبة هنا طويلة، عبارة عن خلايا مرتبة بشكل طولي. شوفوا أنها هنا مازال فيها بقايا سيتوبلازم، عشان كما نقولش عليها خلايا ميتة نسميها أنابيب غربالية. الأشكال هذا هي اللي ترسبت تعطيها منظر الغربال، وهنا الصفائح تسمى صفائح الغربالية اللي تعمل زي صفايات. هذه الخلايا المرافقة خلايا تحتوي على سيتوبلازم وتحتوي على نواة، عبارة عن خلايا حية تساعد نسيج اللحاء في أداء الوظيفة. هذا طبعا منظر طولي أو قطاع طولي، وهناه قطاع عرضي يورينا هناه الصفيحة. هذه طبعا الأنبوبة الغربلية اللي قطاعها يكون مثلا في المنطقة هذه، هذه الأنبوبة الغربلية، هذا الجدار بتاع الخلايا، وهذه بقايا السيتوبلازم، وعندنا هنا الخلية الحية اللي يسميها الخلية المرافقة. هناه قطاع مستعرض في منطقة الصفيحة الغربلية، هنا نشوفوها صفيحة غربلية كثيرة الثقوب تشبه للغربال. الغربال طبعا معروف عندنا، هنا طبعا تساعد في عملية نقل المواد من الأجزاء العلوية إلى السفلية، وطبعا تقوم بعملية تصفيتها. وعندنا هنا هي اللي هي الخلية المرافقة اللي هي خلية حية تساعد الأنبوبة الغربلية في أداء الوظيفة. هكي نكونوا كملنا اللي هو أجهزة النقل في الكائنات الحية، خذيناه في الثدييات وخذيناه في النباتات. طبعا الجهاز الدوري حكينا عليه بمكوناته اللي هن الأعضاء الرئيسية اللي عضلة القلب والأوعية الدموية متصلة به، حكينا عن السائل اللي يدور في الوعاء الدموي مكوناته وسميناه نسيج لأنه قلنا يحتوي على الخلايا. طبعا قلنا أن الكائنات هذه كبيرة مكون جسمها من عدة طبقات، بالتالي تحتاج إلى أوعية أو أجهزة نقل توصل المواد إلى الخلايا اللي موجودة في مركز أجسام الكائنات هذه. إن شاء الله تكون المعلومة وصلتكم بشكل كامل. الشرح طبعا مبسط حسب ما موجود عندنا في المذكرة، وسامحونا على أي خطأ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.